شو عم تقول انت؟ الله وكيلك، الله وكيلك، هذا اللي صار يا انس ويدا. طيب هلا وينه؟ هربان من الحارة وما عم يقدر يفوتها. يا لطيف يا لطيف، قد زعل يا انس وداد لما دري انك انخطبتي لصبري بيك. وليش؟ ما هو بصراحة انس وداد عجاج ما بيخبي علي شيء، وانا بعرف كل شيء صار بيناتكم، بس يعني شو بده يساوي؟ انت بتعرفي انه ابوه ماله موافق، كل شيء اجى ضده، وهو بيعرف انه انت مالك كلمة على ابوكي، بقى شو بده يساوي؟ يعني مو حابب يتدخل لحتى ما يساوي مشاكل بالحارة. طيب يسلموا سطيف. بدكم شي غيره؟ لا سلامتك. يلا خاطركم. مع السلامة. هذا أكيد صبري هو اللي بعت التحري ورا عجاج مشان يقرطفه من الحارة. وهو شو له مصلح يقرطفه من الحارة؟ يجوز يكون وصله خبر إنه أنت وعجاج بتحبوا بعض. أنت يكون قال له يعني؟ مين قال له؟ مين قال له؟ ليش في شي بتخبى بهالحارة على صبري؟ الله يستر كمان ما يكون عم يتنصت على بيوتها. وهو ليش هيك عم يساوي؟ هي شغلته يا وداد، شغلته. شغلته يأذي الناس ويتنصص عليها؟ هو رضيان شغلته وداد. بس أنا مو رضيانة. مو رضيانة عليه ولا على تصرفاته. ولا أي واحد بيوقف معه. حتى لو كان أبوكي. يلا يا أبي يلا. همي همي الله يرضى عليكم. يا سيدي هاي الغرفة اللي راح تعيش فيها. بس هيك مو كتير لخالي. لا لا مو كتير خالي، مو كتير بنوب، ليش أنا في عندي أغلى منك ومن وجهها. بس يا خالي أنا اللي مجبور جيب الجهاز مو أنت، حتى لو كنت خالي. بكرة يا خالي وقت اللي بتكبر بصير في عندك بنات غرض الجواز والخطبة، راح تعرف ليش أنا عم أركض بإيدي ورجلي لحتى ترضى عني يا خالي. بس يا خالي أنت اللي لازم ترضى علي مو أنا اللي لازم أرضى عليك. صحيح، قبل ما تخطب بنتي صحيح أنا لازم أرضى عليك، أما بعد ما صار الصهري فصار لازم أنا أرضيك يا صهري. الصهري يا خالي ساتر العرض، طالما أنا عرضي مستور معناها أنا بألف خير وبألف نعمة. ومو عيب يا خالي، مو عيب إذا أنا بخدمك لأنك صاين عرضي يا خالي. الله يخلي لي إياك يا خالي. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك ويوفقك يا ابني. يلا همي شباب همي. أنا آكل كتير بس هيك أكل بحياتي ماني داي لهلا. لسا ما شفت شي يا صبري، لسا رح تعيش من غير أصابيع. أوف ليش بقى؟ لأنك رح تاكله من ورا طبخ الظريف. كأنه وداد ما كتير مبسوطة. لا مبسوطة كتير صبري أفندي. شوي صبري أفندي؟ شو ما عندي غير هالكلمة؟ صبري أفندي قال. يعني أنا لحد هلا ما سمعت منها ولا كلمة حلوة، مع أنه هي بمثابة زوجتي على سنة الله ورسوله. ما اختلفنا، بس تصرفك كان في تسرع يا صبري. أنا بعتذر رجلي بيك. وأنا شو دخلني؟ لازم تعتذر لوداد. يخرب بيته، يخرب بيته مثل الوحش. أصلاً هي طبيعته الحقيقية. بابا وداد. نعم بابا. تعي خطيبك صبري بده يعتذر منك على اللي سواه معي. أنا ما بدي أشوفه. يا بابا ما بيصير يضل منتظر لوحده، صحيح هو غلط لما انفعل عليكي بس بده يعتذر. يا
يلا الحقيني وهاتي اختك فادية معي. زعلتي مني ما؟ يعني والله انا حبيت حسسك انك يعني انت مرتي وهيك نسمع منك هيك شيء كلمه حلوه، ولا انا غلطان عمي؟ لا لا ابدا ما انا غلطان، هي الغلطانه. ما هيك انا راح اعتذر منك يعني لان عليت صوتي عليكي. اعتذارك مقبول يا صبري. يلا بابا يلا تعال كملوا العشاء. يلا يلا حبيباتي يلا. شيء حلو والله، بكره بياخذها عادي وكل يوم بيسكر الباب. يا بابا يا حبيبتي من حقه يسمع منك كلمه حلوه، وانا ما بلومه اذا عصب عليكي مره تانية. بس مو من حقه يحكي معي هيك. لا هيك ولا غير هيك، الحق عليك يا بابا، حق عليك يا حبيبتي. من يوم الخطبه لهلا ما سمعتك عم تناديله بكلمه حلوه. يا بابا يا حبيبتي صبري رح يصير زوجك بعد كم يوم، ومو هيك الزوجة بدها عمل زوجها صح ولا لا؟ ليش قاعدة هون؟ عم بستناك. خير شو في؟ بدي احكي معك كلمتين. انت مالك حكي معي بنوب، ومن اليوم ورايح بتعتبري حالك رجل كرسي بالبيت. ليش انا شو ساويت؟ ما سويت شيء؟ لا ما سويت شيء بنوب. ولما خبيتي المفتاح عني هي شو بتسميها؟ شو بسميها؟ هي بتسميها خيانة يا خانو. أنا بهذا البيت ما في شيء بيتخبى عني، لأنه كله لهذا البيت ملكي أنا. وأنت مالك فيه غير أكلك وشربك وبس، فهماني؟ على كل حال حسابك بعدين. بتجهزوا لي حالكم وأهلا وسهلا فيكم. رح تعمل له عرسك يا أبو راشد؟ لا والله يا أبو سطيف، مثل ما بتعرفوا لساته عجاج ملاحق من التحري. فنحن الحفلة عاملينها على السكين، يعني أهلية محلية حبايبنا بس. إن شاء الله ألف مبروك يا أبو راشد. أمل البكاري. الله يسلمك. الله يسلمك بالستر والسلامة. الله يسلمكم وإن شاء الله نفرح بالصيف. الله يسلمك عمي الله يسلمك. يلا السلام عليكم. مع السلامة. أبو راشد. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام علي ابو راشد، الله معك. يلا السلام عليكم. مع السلامة علي ابو ايوب. تيوس تيوس.